مرحبا، معكم منال خطيب عبد الغني، واليوم رح نحكي عن موضوع كثير مهم، موضوع إدارة الوقت. الشيء الوحيد اللي منقدرش إعادة تدويره هو الوقت، وهو المورد الأهم. وبس لما منطلع من خرافة إنه إحنا ما منقدر نرتب وقتنا وفيش وقت كافي عشان نعمل كل إشي بدنا إياته، منقدر نوصل لحياة منظمة ومنقدر نبدأ بحياة اللي فيها نحقق كل أهدافنا. طيب، درسنا اليوم رح يتقسم لأربع مركبات. المركب الأول رح نحكي إيش هي إدارة الوقت، رح نعرف شو هي إدارة الوقت. المركب الثاني اللي رح نحكي عنه اليوم هو كيف منواجه العبء اللي بتشكله المهمات، بالذات بالفترات اللي فيها كثير مهمات. الإشي الثالث اللي رح نحكي عنه هو آلية لإدارة الوقت، وهو جدول عاجل مهم. الإشي الرابع اللي رح نحكي عنه اليوم إحنا كيف منتعامل مع مبددات الوقت، وكيف منقدر نتغلب على هاي المبددات ونوصل لحياة منظمة ومرتبة. أول إشي تعالوا ناخذ كل واحد فينا هيك لحظة ونفكر كيف إحنا كأشخاص بنتدبر أمورنا بخصوص إدارة الوقت. تعالوا نحاول كل واحد يقيم نفسه، ما مدى نجاحك في إتمام واجباتك التعليمية وبالأوقات المحددة؟ قسم منا بيقوم بجميع المهام المطلوبة، برنامجه منظم ومرتب. على الأغلب للأسف أغلب الناس بيواجهوا صعوبة بالتعامل مع العبء اللي بتشكله الواجبات العديدة، وهذا الإشي كثير بيأثر على إدارة وقتهم. طيب، تعالوا ناخذ حالة من الحياة اللي ممكن تحدث مع أي حدا فينا وكل يوم. الساعة الآن 4 PM. هناك اختبار في موضوع التاريخ غدا عبر الإنترنت، وما تبقى لكم هو أن تراجعوا نصف المادة. تكتشفون أن بعد نصف ساعة سيبدأ مسلسلكم المفضل في التلفاز. يتصل الآن أو تتصل صديقكم أو صديقتكم ويدعوكم للقيام بنشاط رياضي بجانب البيت أو الخروج للتسوق. حينها تطلب منكم أمكم أن تجلبوا لها الخبز من البقالة لوجبة العشاء. تتذكرون فجأة أن هناك وظيفة كبيرة في موضوع الأدب عليكم تسليمها بعد 5 أيام ولم تبدأوا بها بعد، كما أنكم قد خططتم للقيام بترتيب الفوضى في غرفتكم، هذا بالإضافة إلى أنكم تتوقون لسماع الأغنية الجديدة للمطربة المفضلة لديكم. فجأة يصلكم تذكير بموعد تسليم تقرير حول كتاب قرأتموه باللغة الإنجليزية، حيث عليكم تسليمه حتى مساء الغد. طيب، حالة صعبة ممكن تحدث مع أي حدا فينا وكل يوم بهاي الحياة السريعة. طيب، أكيد الحالة مألوفة لكم. إيش منشعر؟ منشعر بإحباط، منشعر بغضب، منشعر بيأس، منشعر بقلق، منشعر بالعجز، وممكن أشخاص يشعروا إنهن عم يغرقوا، مش قادرين يتنفسوا لأنه انضغطوا كثير من كثرة المهام اللي عليهن يعملوها. طيب، حسينا هيك ولازم نبدأ بالمهام. بنفعش نضل حاسين إنه إحنا غرقانين أو إنه إحنا قلقانين أو إنه إحنا مؤحبطين. لازم نحط لحالنا برنامج ونبدأ نشتغل. سألنا بعض الطلاب إيش كنتوا بتتصرفوا بزي هذا الوضع. رح أعرض قسم من إجابات الطلاب. قسم جاوب إنه منرتب حسب سلم الأولويات. قسم جاوب إنه ببدأ بإيش عاجل، بإيش مستعجل. قسم جاوب إنه ببدأ بالذات بالإشي اللي بيجذبني والإشي الأسهل، وفي كثير هيك من الطلاب. وقسم كبير جاوب إني ما بعمل ولا إشي لأني حسيت إنه المهام عم بتغرقني وحاسس إني عم بغرق، وعشان هيك باخذ لي كثير وقت عشان أرجع وأبدأ أتصرف وأنفذ مهماتي. طيب، زي هاي البنات نسكر كل الكتب
وخلص بنبطل نتصرف بنبطل نعمل ولا إشي. طيب عمليا إدارة الوقت عشان أنا أواجه عبء زي العبء اللي كان لهاي الدرجة الكبيرة من المهمات، لازم أعرف شو هي إدارة الوقت. إيش هي إدارة الوقت؟ إدارة الوقت هي عملية التخطيط وممارسة السيطرة الواعية على الوقت الذي نقضيه في أنشطة محددة. يعني مش بس أخطط، لازم كمان أخطط وكمان أمارس السيطرة بطريقة واعية، يعني أكون عارفة ومدركة قديش رايح أعطي وقت لهاي المهمة أو لهاي المهمة. استخدام الوقت بشكل فعال بيعطينا خيار كيف أدير وقته، بيعطيني خيار لقديش أعطي وقت لأي إشي، أعطي وقت وين تأعطي هذا الوقت. بناء عليه الإشي الشعور اللي بيصير عنا بعد ما إحنا نقدر نختار ونكون مسيطرين وواعين ومدركين على إدارة الوقت، منحس بالسيطرة، منحس بالهدوء، الحيز الشخصي، وكل هذولا بجيبوا لسعادة. طيب السؤال المركزي، هل أنت كإنسان بتشوف نفسك إنك أنت بتتحكم بالأحداث الحياتية اللي بتصير معك، ولا الأحداث هي اللي بتتحكم فيك؟ سؤال كثير مهم وكثير مهم نفكر فيه. طيب عشان أدير وقتي بشكل فعال في كم خطوة لازم أعملهن بالبداية. أول إشي لازم أعمله أكون واعي وأكون مدرك بالحاجة لإدارة الوقت، يعني أصل لمرحلة أعترف فيها إني عشان أنا أنجح بحياتي لازم أعرف أدير وقتي، وبدون الوعي بالحاجة مش رح نوصل لمرحلة إنه إحنا ندير وقتنا صح. الإشي الثاني اللي بقدر أعمله أخلق بيئة بتساعدني بنجاعة إدارة الوقت. مثلاً إذا أنا بفترة ضاغطة أخبر كل أصحابي وكل أهلي أني أنا موجود بفترة كثير مهمة من حياتي، رجاءً ساعدوني، ما تعرضوا علي أشياء اللي هي مش مهمة وبتحرق كثير وقت. هذا مثال عشان نخلق بيئة اللي تساعد بنجاعة إدارة الوقت. الإشي الثالث اللي لازم أعمله أني أحدد أولوياته، بإيش أبدأ وإيش بعدين وبإيش أنهي. الإشي الرابع اللي لازم أعمله إني أقلل الوقت اللي منقضيه بالأنشطة الأقل أهمية. كثير منحرق وقت على شغلات اللي هي مش مهمة، وإذا تنازلنا عنها ما مندفع ثمن. فكثير مهم بالذات بالفترات الضاغطة نقلل الوقت اللي منقضيه بهاي الشغلات ونعطي الوقت للأشياء الأهم. طيب الإشي الأخير إني أحفز، أعمل حوافز لنفسي لتعديل السلوك لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية المتعلقة بالوقت. مثلاً لهاي الحوافز إني أنا أشجع نفسي عشان أخلص المهمات حسب الوقت الصحيح، وإذا أنا عن جد عملت المهمة صح أعطي لنفسي محفزات وتعزيزات، زي إني أعمل إشي بحبه، أشتري شغلة بحبها، أحضر إشي بحبه بهاي الطريقة. طيب كيف ممكن ندير وقتنا بشكل صحيح بالوضع اللي وصفناه قبل، بالحالة اللي وصفناها قبل؟ أول إشي لازم نعمله لازم نوقف نتنفس ونحاول نشتغل قداش نقدر براحة وبدون ضغط، لأنه بس بهاي الحالة القرارات اللي رايح أتخذها هي رايحة تكون قرارات صائبة سليمة وناجي عن تفكير سليم. الإشي الثاني لازم أتواصل مع نفسي مع ذاتي وأميز بين شو أنا حابب وإيش لازم أعمل، شو أنا راغب أعمل، شو رغبتي حالياً أعمل، وشو أنا لازم أعمل. شغلة كثير مهمة، كثير مهم نكون واعين لها، لأنه مش دايماً إيش منحب لازم ومش دايماً إيش لازم منحب. الشغلة الثالثة لازم أكتب قائمة تتضمن مهام والأنشطة المخططة عشان أساعد الضغط على الذاكرة. لما أنا بستعمل الكتابة
الضغط بدل ما يظل على الذاكرة وبراسي بنحط على الورقة، وهيك عمليا أنا بقدر أفرغ كثير من طاقتي، أول إشي للتركيز، ثانيا للتفكير، عشان أقدر أستعمل كل الطاقة اللي عندي وأقرر بالخطوة الجاي اللي هي خلق سلم الأولويات. إذا أنا بعطي طاقة وتفكير وتركيز عشان أقرر إيش سلم الأولويات الصح، على الأغلب راح يكون سلم الأولويات اللي اتخذته سليم ومنطقي. طيب تعالوا نتذكر الحالة، وبعد ما نتذكر الحالة تعالوا نكتب قائمة تتضمن كل البرامج بس بشكل عشوائي بدون ما نرتبها. تعالوا نتذكر المهمات اللي لازم نعملها. أول إشي لازم أدرس لامتحان التاريخ اللي هو بكرة، لازم أحضر حلقة جديدة من مسلسلي المفضل اللي هي رح تكون بعد نص ساعة، كمان صديقي التسلي عشان أمارس معاه نشاط رياضي بحد البيت، علي كمان مهمة إني أشتري خبز من الدكانة لوجبة العشاء يعني كمان لليوم، علي أسلم وظيفة أدب بعد 5 أيام، علي أرتب الغرفة، حابب أسمع غناي جديدة، وعلي تقرير حول كتاب قرأته باللغة الإنجليزية لازم أسلمه بكرة بالليل. هذول هن المهمات اللي علي أعملهن. طيب بدي أعرف بإيش أبدأ، كيف بقدر أحدد سلم أولوياته، كيف بقدر أحدد إيش أهم إشي عشان أبدأ فيه. رح نمرق لآلية عمل اللي اسمها مصفوفة أيزنهاور. بداية بحب أقولكم مين هو أيزنهاور. أيزنهاور هو الرئيس 34 للولايات المتحدة، أحد قادة البلاد اللي عرفوا كثير بإدارة وقت بطريقة فضلة. كمان عرف عنه أنه بيقدر يدير أو يتحكم كثير أو العديد من مجالات حياته بالتزامن، بس بنفس الوقت يشتغل عليهم بشكل فعال للغاية. طيب كيف عمل هيك أيزنهاور؟ أي طريقة استخدم؟ اعتاد الرئيس على تقسيم ورقة إلى 4 أجزاء حسب مدى الاستعجال ومدى الأهمية. طيب كيف يعني مدى الاستعجال ومدى الأهمية؟ بنتج عنده جدول، الجدول اسمه عاجل ومهم، مهم وغير مهم، عاجل وغير عاجل. إذا منحط المركبات هاي بالجدول بنتج عنا 4 حالات. الحالة الأولى اللي بتميز الأحداث أو المهمات المهمة والعاجلة، الحالة الثانية اللي بتنتج عنا هي إشي غير مهم بس عاجل، الحالة الثالثة مهم وغير عاجل، الحالة الرابعة اللي بتنتج عنا غير مهم وغير عاجل. طيب تعالوا ناخذ الحالة اللي عنا اللي وصفناها ونطبقها أو نحاول نحللها حسب الجدول. كان عنا استعداد للامتحان غدا، بما انه غدا معناته عاجل، بما انه امتحان معناته مهم، معناها المهمة هاي كمان عاجلة وكمان مهمة. الشغلة الثانية اللي مهمة وعاجلة كانت البدء بتحضير تقرير القراءة لانه صحوا لغدا، بس حكوا انه هو كبير وبما انه تحضير تقرير قراءة لازم يقرأ كمان كتاب فبده وقت، فمستعجل كثير حتى لو تسليمه بكرة اني ابدأ فيه اليوم. الاشي الحالة الثانية ايش كان عنا؟ كان عنا تحضير وظيفة الأدب، التسليم بعد 5 أيام، ترتيب الغرفة كمان مهمة مهمة بس غير عاجلة. تعالوا نمرق للحالة الثالثة، ايش كان عنا غير مهم بس عاجل؟
مشاهدة مسلسل المفضل. هو صح مش مهم، بس هو رح يبدأ كمان نص ساعة. الحالة الرابعة لشغلات غير مهمة وغير عاجلة، مثلا سماع الأغنية الجديدة لمطربتي، أو أني أطلع على وسائل التواصل الاجتماعي. هذول الشغلات ليش غير مهمات وغير عاجلات؟ أول إشي ما إلهن وقت محدد، بقدر دايما أعملهن. ثاني إشي حتى لو ما عملتهن ما بدفع ثمن لعدم عملانهن، يعني ما رح يكلفني الموضوع إشي. طيب بعد عنا إنه الأم طلبت نشتي خبز لوجبة العشاء، إيش بتفكروا؟ هل هاي المهمة مهمة وعاجلة ولا على أي حال بقدر أحطها؟ هي كمان مهمة لأنه الأم اعتمدت علي، وكمان عاجلة لأنها لمساء اليوم. طيب دعوة الصديق لممارسة نشاط رياضي، إيش بتفكروا أعزائي؟ بأي حالة هي ممكن نحطها؟ هل بتتعوض؟ هل ممكن أأجلها؟ هل إذا أجلتها رح أدفع ثمن؟ هذا هو النمط اللي أنتوا لازم تفكروا فيه وتقرروا. طيب مصفوفة أيزنهاور، حسب طريقة أيزنهاور المهام المهمة والعاجلة يجب القيام بها حالا، زي دراسة الامتحان، زي الدراسة اللي هو بكرة لازم حالا أبدأ أدرس. الأشياء اللي غير مهمة والغير عاجلة يجب تجاهلها، لازم أتجاهلها لحد ما ألاقي الوقت المناسب وأعملها فيه. المهام المهمة والغير عاجلة لازم أحدد تاريخ إنهائها وأعمل برنامج عشان أنهيها، مش أأجلها لآخر يوم. أعمل برنامج وأقسمها لمهمات صغيرة. المهام غير المهمة والعاجلة ممكن أطلب من أي شخص بقدر الإمكان إنه يحل محلي ويعملها. مثلاً إحضار الخبز من الدكانة، الأم طلبت مني أنا، بس ممكن أخوي ما عليه كل هاي المهمات، فبقدر أطلب منه هو إنه يعمل هاي المهمة. طيب إسا رح نجرب بأنفسنا. بدي تجيبوا ورقة أو قلم وتبدوا تسجلوا على هاي الورقة والقلم مهمات اللي عليكم تعملوها خلال الأيام القريبة. بدي تدونوا أيضا بالإضافة للمهمات اللي لازم تعملوها، مهمات اللي حابين تعملوها، أنشطة مسلية، مهام مهمة بس أنتوا حابين كثير تعملوها. بدي تفكروا كمان بأنشطة اللي الآخرين بتوقعوا إنكم تعملوها، مثلاً مساعدة الأهل بشغلة معينة، أو مساعدة صديق بشغلة معينة، أو مساعدة معلمين بشغلة معينة. بدي نرسم جدول عاجل مهم، وبدي نبدأ نصنف الأنشطة بهذا الجدول. طيب للمراجعة، هيك شكل الجدول اللي إنتوا لازم ترسموه: مهم، عاجل، شغلات مهمة وعاجلة، غير مهم وعاجل، غير مهم، مهم وغير عاجل، وغير مهم وغير عاجل. رح نطلع إسا لاستراحة، رح أعطيكم وقت تعملوا المهمة اللي أعطيتكم إياها، ومنلتقي بعد الاستراحة.
يعطيكوا العافية كمان مرة. أدخل يعطيكوا العافية كمان مرة وشكرا إنكم رجعتوا لنا. إسا بعد ما عملتوا جدول عاجل ومهم شخصي لكل واحد فيكم حسب المهام اللي طلبتها منكم، إجا الوقت نطرح على حالنا بعض الأسئلة. هل عندنا جميعا نفس الأولويات؟ هل أولوياتي هي زي أولويات الطالب الفلاني أو أولوياتك زي أولويات ابن صفك؟ هل إيش مهم عندي مهم عندك؟ هل الشغلات أو المهمات المهمة إلي هي مهمات مهمة إلك؟ أصلا إيش اللي بعمل المهمة مهمة وإيش اللي بعمل المهمة عاجلة؟ طيب في اختلاف كبير بين البشر بخصوص العاجل والمهم، عشان هيك جدول عاجل مهم أو مهم عاجل هو جدول شخصي، كل طالب له أولوياته، والجدول اللي قمت أنت بإنشائه مناسب إلك ومش شرط يكون مناسب لزميلك. بنفس الوقت ممكن الجدول اللي أنت قمت بإنشائه يكون مناسب إلك إسا وما يكونش مناسب إلك بعدين. مثلاً ممكن تعمل جدول معين فترة الامتحانات النهائية القريبة وبالعطلة يكون جدولك مختلف بتاتا. طيب ايش اللي بيجعل المهمة مهمة وايش اللي بيجعل المهمة عاجلة؟ المهمة العاجلة هي المهمة اللي إلها موعد نهائي قريب، مهمة لازم أسلمها قريبا عندها موعد نهائي والموعد النهائي قريب. المهمة المهمة بتعلق، هل مهمة إلي مثلا امتحان، هل مهمة بالنسبة لشخص آخر مثلا شغلة بدها ياني أمي أعملها. كمان شغلة غير أني لازم أميز بالمهمة المهمة حائلي ولا لشخص آخر وأتخذ القرار السليم أنه هل إذا مهمة إلي أو مهمة لحدا ثاني مين سلم الأولويات تاعي أول، لازم كثير أتذكر أنه ممكن تكون مهمة مهمة حاليا أشوف أنها مش مهمة مهمة، بس إذا بفكر للمدى البعيد تكون مهمة كثير مهمة. طيب منبني سلم الأولويات، كيف منبني سلم الأولويات؟ نرجع نتذكر الأربع حالات، مهم وعاجل، غير مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، غير مهم وغير عاجل. نرجع للحالة، تعال نبدأ بالمهام العاجلة والمهمة ونرتبها حسب الضرورة. أول إشي وأهم إشي إنه أنا علي امتحان تاريخ بكرة الصبح. الإشي الثاني المهم، لازم لعشاء اليوم أكون شاري خبز من الدكانة. الإشي الثالث المهم، لازم أكتب تقرير لكتاب باللغة الإنجليزية لمساء الغد. هذول هن الشغلات المهمات والعاجلات. طيب تعال نمرق للمهم غير العاجل، هي شغلة مهمة بس تاريخها الأخير مش قريب. عشان أمثلكم هاي الحالة بحب تحضروا الفيلم اللي رح أعرضه إسا تقريبا مدته 3 دقايق، وهذا الفيلم بفرجينا كيف إحنا منتصرف أو كيف إحنا منميل إنه نتصرف لمهمات مهمة وغير عاجلة. يلا نبدأ. So in college, I was a government major, which means I had to write a lot of papers. Now, when a normal student writes a paper, they might spread the work out a little like this. So, you know, you get started maybe a little slowly, but you get enough done in the first week that with some heavier days later on, everything gets done and things stay civil. And I would want to do that like that. That would be the plan. I would have it all ready to go, but then actually the paper would come along, and then I would kind of do this. And that would happen every single paper. But then came my 90-page senior thesis, a paper you're supposed to spend a year on. I knew for a paper like that, my normal workflow was not an option. It was way too big a project. So I planned things out, and I decided it kind of had to go something like this. This is how the year would go. So I'd start off light,
And I'd bump it up in the middle months. And then at the end, I would kick it up into high gear. It's like a little staircase. How hard could it be to just walk up the stairs? No big deal, right? But then, funniest thing happened. Those first few months, they came and went, and I couldn't quite do stuff. So we had an awesome new revised plan. And then... But then those middle months actually went by, and I didn't really write words. And so we were here. And then 2 months turned into 1 month, turned into 2 weeks. And one day I woke up with 3 days until the deadline, still not having written a word. And so I did the only thing I could. I wrote 90 pages over 72 hours, pulling not one, but 2 all-nighters. Humans are not supposed to pull 2 all-nighters. Sprinted across campus, dove in slow motion, and got it in just at the deadline. I thought that was the end of everything. But a week later, I get a call, and it's the school. And they say, is this Tim Urban? And I say, yeah. And they say, we need to talk about your thesis. And I say, okay. And they say, it's the best one we've ever seen. That did not happen. It was a very, very bad thesis. I just wanted to enjoy that one moment when all of you thought, this guy is amazing. No, it was very, very bad. Anyway, today I'm a... طيب، بتأمل إنكم تمتعتوا بمشاهدة الفيلم. فيلم بيمثلنا كلياتنا بعدة حالات من حياتنا لما المهمة تكون مهمة كثير بس غير عاجلة. عادة هاي المهام بما إنها غير عاجلة منميل كثير إن إحنا نأجلها لحد موعدها النهائي، ولما بوصل موعدها النهائي عادة بتكون مهام كثير كبيرة، بنصير نركض عشان نلحق نعملها لأنه موعدها قريب، والإشي كثير بيأثر على قدرتنا بإنه ننهيها بشكل سليم وصحيح بهيك ضغط وقت. فإيش مفضل إنه إحنا نتصرف بهاي المهام عشان ما منوصل لهاي المرحلة؟ الظاهرة الموصوفة بالفيلم تسمى التسويف، من كلمة سوف، سوف أدرس، سوف أنجح، سوف أذهب، التأجيل لموعد التسليم. منميل نأجلها لحد اللحظة الأخيرة ومرات للحظة البعد الأخيرة ومنطلب كمان تأجيل. طيب، كثير بتراود العديد من الطلاب، من كثير طلاب هيك أحاسيس، خاصة بالمهام المهمة والمش عاجلة. كيف أتصرف بهاي المهمات؟ أيزنهاور حط خطة كيف يتصرف بهاي المهمات. أول إشي لازم نعمله، لازم نحدد جدول زمني لمهام من هاي القبيل. لازم أحط جدول، أقسم المهمة الكبيرة لمهمات صغيرة، وأحدد جدول زمني لكل مهمة صغيرة من هاي المهمات. مثلا الوظيفة بموضوع الأدب، تسليمها بعد 5 أيام، عشان هيك هي مهمة بس هي مش عاجلة. كيف تقسيمي بيكون؟ يوم الأحد لازم أقرأ الأعمال الأدبية اللي رح أكتب عليه الوظيفة. اليوم الثاني لازم أقرأ ملخصات للأعمال الأدبية كمان مرة عشان أقدر أكتب منيح، أقرأهن مرتين. الشغلة الثالثة لازم أجاوب على السؤال الأول والثاني من الوظيفة. اليوم الرابع لازم أجاوب على كمان سؤالين. وباليوم الخامس لازم أقرأ كل الوظيفة من جديد، أجري عليها التعديلات النهائية والأخيرة وأبعثها. كثير مهم نعطي حالنا بالآخر يوم اللي إحنا نطلع كل إشي عملناه لحد اليوم، نراجع، نغير ونبعثها. طيب، تعالوا نمرق إسا للمهمات الغير مهمة. لحد إسا إحنا حكينا عن المهمات المهمة العاجلة والغير عاجلة، إسا نمرق للمهمات الغير مهمة. في منها غير مهم وعاجل، ومنها غير مهم وغير عاجل. عادة هاي المهمات هي ما بتكون مهمات، هي بتكون أنشطة ممتعة اللي إحنا منحب نعملها بأوقات الفراغ، مثلا إني أسمعه والنهاية، مثلا إني أنا أحضر فيلم، مثلا إني أنا أحضر مسلسل اللي أنا متابعه. طيب،
الأنشطة هاي من ناحية إدارة الوقت ممكن تبدو إنها مش مهمة. مهم كثير أقول إنه هي كثير مهمة لحالتنا النفسية. يعني لما أنا بسمع غناية بحبها بتثير في الفرح، ممكن تحسن لي مزاجي، بتثير في المتعة. لما أنا بعمل نشاط كثير بحبه زي نشاط رياضة، زي إني أحضر فيلم، ممكن أحس كثير أحسن، أكون سعيد أكثر. ولما بكون سعيد أكثر ذهني بتصفى، بتخلص من التوتر، بسترجع أو بستعيد طاقة جديدة، وهيك ممكن يكون عندي طاقة أكثر عشان أنجز المهمات المهمة والعاجلة أو المهمة والغير عاجلة. عشان هيك كثير مهم حتى لو للوهلة الأولى هي مبينة مهمات غير مهمة، كثير مهم إنه كمان إحنا نخصص لها وقت. طيب المشكلة والشغلة اللي لازم ننتبه لها كثير منيح لما بنعمل هاي المهمات إنه هي بتستهلك وقت ثمين كثير في بعض الأحيان. منعرفش نحط حدود لحالنا، منعرفش بعد ما نبدأ نوقف، وبناء عليه منمنع حالنا نوصل للمهمات المهمة، وهيك عمليا إحنا بنبدأ نضيع وقت وبنبدأ نوصل لمحلات اللي ممكن ندفع فيها ثمن التأجيل لمهمات اللي هي مهمة. طيب مبددات الوقت أو إيش أنا بحب أعمل لما أنا بعملش ولا إشي؟ مبددات كثير عديدة كثير متنوعة وبتختلف من شخص لآخر. في أشخاص بحبوا يقضوا وقتهم بوسائل التواصل الاجتماعي كل الوقت، الواتساب، في ناس بحبوا يناموا، في ناس بحبوا يطفشوا مع أصحابهم، في ناس بحبوا يروحوا على مطاعم، في ناس بحبوا يروحوا على قهاوي، في ناس بحبوا يتسوقوا. المبددات متعددة وعديدة وهي شخصية. عشان هيك كثير مهم أكون عارف إنه الشغلات هاي اللي حتى لو أنا كثير بحب أعملها إنه هي مبددات للوقت، عشان أعرف إني ما أتمادى فيها، وأعرف إني لازم أحط حد لحالي بالوقت الصح وبالطريقة الصحيحة. طيب هات نفكر بحالنا، هات كل واحد فينا يسأل حاله إيش أنا بقضي غالبية وقتي؟ إيش أكثر إشي بستهلك وقت مني؟ قديش أنا بقضي وقت على هذا الإشي؟ مثلاً في كثير طلاب منكم بيقضوا وقت على وسائل التواصل الاجتماعي، على الانستغرام، على الفيسبوك، واتساب، بيقضوا كل النهار على هاي الوسائل. قديش باخد منهن وقت كثير مهم ينتبهوا، يعني قدي أنا إلي بالفيسبوك، قديش أخد مني وقت. الإشي اللي كمان لازم أسأل حالي عنه، قدي أنا راضي عن هذا الموضوع؟ هل الموضوع مهم؟ هل الموضوع بستفيد منه؟ هل فيه فائدة إلي؟ إذا فيه فائدة إيش نوع هاي الفائدة؟ وقديش هو جاي على حساب أشياء ثانية؟ حكينا إنه كثير مهم إني أنا أكون مبسوط وإنه أنا أكون ذهني صافي ومزاجي منيح، بس مش على حساب شغلات ثانية. كثير مهم كمان أسأل حالي هل علي عندي سيطرة على هاي الأمور؟ ولا هاي الأمور بتسيطر علي؟ موضوع السيطرة موضوع كثير مهم أعزائي، لأنه إذا بديت هاي الأمور تسيطر عليك ممكن توصل لدرجة الإدمان، ممكن توصل لدرجة أنه أنت تبطل تقدر تبعد عنها، وساعتها وقتك كلياته محروق فيها، وساعتها لا بتقدر تعمل مهمات لا مهمة ولا أي مهمات ثانية حتى لو كانت عاجلة، وهيك أنت بتعرض حالك للمخاطر ولدفع ثمن اللي أنت كنت بتقدر ما تدفعه لو أنت بس درت وقتك بالشكل الصحيح. طيب مهم كثير نفكر كمان هل أنا كشخص عندي طرق أحط حدود لحالي؟ مهم كثير. طيب كيف منواجه مبددات الوقت؟ كيف إحنا منواجه مبددات الوقت؟ مهم كثير نحط الهدف على وضعية الطيران أو نحطه بعيد عنا لما إحنا بقلب مهمة. نعمل بغرفة هادي فيش فيها شاشات، أحدد حالي مثلاً دي أحضر حلقة واحدة من المسلسل، أحط تذكير باليوميات الإلكترونية بالتلفونات، أو أطلب من الأهل أو أصدقاء يذكروني إنه علي هاي المهمة ويشجعوني إني أنا أعملها، أحكي مكالماتي كلها بس بعد المساء عشان ما يذكروني بإشي اللي أنا كنت حابب أعمله وما قدرت أعمله معاهن، أمنح حالي تعزيزات بعد نجاحي بمهمة صعبة، مثلاً أسمع غناي، أحضر فيلم بحبه، أطلع أمشي، مهم كثير إني أعزز نفسي. طيب بناءً على الجدول اللي مرق تعالوا نشوف تخطيط برنامج يومي للطالبين. إيش هي عملت الطالبين؟ على الساعة 4 أخذت نفس زي كيف حكينا،
أربعة وربع بديت تدرس لامتحان التاريخ مهم عاجل، على الستة استمعت للأغنية الجديدة لأنها عززت نفسها على مهمة مهمة اللي هي عملتها، ستة وعشرة شرت خبز، على الستة وثلث بديت تكتب التقرير المسودة الأولى هي ممكن تكمله بكرة، على السبعة ونص وجبة العشاء، على الثمانية بديت تقرأ الأعمال الأدبية اللي هي مهمة مهمة وغير عاجلة، المرحلة الأولى من المهمة، على التسعة كان عندها خيار هل تقوم بنشاط رياضي مع صديق قريب إشي مهم وغير عاجل، أو تحضر مسلسل حلقة من مسلسل اللي هي إشي غير مهم وغير عاجل. مراجعة قصيرة أخرى للامتحان تاع بكرة، ترتيب الغرفة يتأجل لأنه بنفع يتأجل، صح ومهم بس هو غير عاجل. طيب مهم كثير كل تخطيط هو الأساس للتغيير. لخص إيش حاسين بعد ما إحنا تعلمنا مصفوفة أيزنهاور؟ واضح أكثر، بعرف بإيش أبدأ وبإيش أنهي، أصفي ذهني، مهم كثير لما بنكتب الأشياء على ورقة بتسقط من الذاكرة وهيك إحنا بنكون أكثر عنا طاقة عشان نفكر ونتخذ الأمور بشكل سليم أكثر، بطلنا غرقانين، تنفسنا. طيب بالختام طلابي الأعزاء والغالين، مبسوطة كثير إني كنت معاكم، بأمل إني أنتوا تكونوا حسيتوا بالقرب بالرغم من البعد، حاولوا ما تبقوا لحالكم، كونوا على علاقة، كونوا على اتصال دائم بالناس اللي بتحبوها، بالناس اللي بتعطيكوا طاقة إيجابية، منشارك الآخرين بتجاربنا، منسمع تجارب الآخرين، منحافظ على تواصل. دمتم بكل الخير، دمتم سالمين، وإلى اللقاء في درس المهارات الحياتية القادم. شكراً لكم.